طابت اوقاتكم. الياس احدى الراحتين. مقولة نتكئ عليها في الايام شحيحة الامل فقيرة المعنى، كايامنا هذه الضاجة بالاصدقاء ولا احد. ومن بين اصابعنا التي تحاول القبض على سراب الامل يتسرب صدى صوت الوزير المهلبي يئن تفجعا. الا موت يباع فاشتريه. فهذا العيش ما لا خير فيه يؤازره صوت المعري قاطعا مسقطا شرر شعلة الوهم من كان يطلب من أيامه عجبا فلي ثمانون عاما لا أرى عجبا الناس كالناس والأيام واحدة والدهر كالدهر والدنيا لمن غلب تفصيل واحد خان المعرية وذهب بكمال معناه وهو أن الناس لم يعودوا كالناس فهم الآن من شدة يأسهم يعقمون الحياة ويعاقبونها بقطع نسلها وهي البريئة مما جاءوا من الإثم قاصدين ويبقى عكاز درويش قائما صالحا لمن أراد عليه اتكاء فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة ولكن كفى بنا يأسا أن نقرأ مئات المرات كل يوم دعاء شكر لأشخاص كل إنجازهم أنهم عبروا يومهم هذا سالمين. فكم هي شاقة مهمة الحياة. ولماذا يتمنى 73% من البشر قيام حرب عالمية تأتي بالخلاص وتنهي سلسلة الحسرات والخسارات. تمدد ثقافة اليأس واحتمالات الخلاص في هذه الحلقة من ضمائر متصلة نبدأها بعد هذا التقرير. ادركنا منذ زمن طويل انه لم يعد بالامكان قلب هذا العالم ولا تغييره الى الافضل ولا ايقاف جريانه البائس الى الامام لم يكن هناك سوى مقاومه وحيده ممكنه الا ناخذه على محمل الجد هذا الاقتباس لميلان كونديرا الذي رحل عن عالمنا مؤخرا وكان واحدا من اشهر اساتذه الياس في العصر الحديث وفق تصنيف الكاتبه نانسي هيوستن في كتابها اساتذه الياس النزعه العدميه في الادب الاوروبي ولكن هذه النظره اليائسه لم تبقى حبيسه حفله التفاهه على ما يبدو بل تجاوزت وتسللت الى حيوات الناس الذين صاروا يحمدون الله أنهم قطعوا يومهم بسلام ليس إلا منتظرين أو آملين قطع الجسر من ضفة الحياة المعاصرة المرهقة إلى ضفة العدم. وهذا ما تشي به دلالات إحصائية نشرها موقع ميدان مؤخرا تفيد بأن 73% من سكان الكوكب يعتقدون باقتراب حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر. وهم في الحقيقه ووفق متخصصين نفسيين حللوا الاحصائيه لا يتوقعون وانما يرى معظمهم فيها فرصه عظيمه للنجاه من حل الانسحاب الفردي من الحياه ذلك الخيار المكبل بالواجبات الاخلاقيه تجاه العائله حينا وبالدين حينا اخر وبالعجز في كثير من الاحيان اما الخراب الكبير ففيه منجاه من كل هذا إن أسباب الوفاة كثيرة من بينها وجع الحياة وإن أسباب الوفاة كثيرة من بينها وجع الحياة كما يقول درويش الذي يرى في موضع آخر أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة وهو ما ينفيه من قبل جد اليائسين الزاهدين الذي أطلق حكما نهائيا على الحياة فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي ان دهرك هازل ولان الدهر كذلك عمل الانسان المعاصر في الدول الاكثر تعقيدا بنصيحه المعري من دون ان يسمع بها فما العزوف عن الزواج او تنامي ظاهره اللا انجابيين الا مسعا الى تعقيم العالم هذا العالم الذي صرنا نملك في اروقته الافتراضيه آلاف الأصدقاء ونعيش فيه وحيدين حد الذبول والانطفاء وفقدان معنانا الاجتماعي لمناقشة الموضوع يسرني أن أرحب بضيفي الدكتور محمد نور النمر الأستاذ في جامعة كارابوك التركية والبحث في القضايا الفكرية والاجتماعيه اهلا وسهلا دكتور محمد اهلا وسهلا شكرا جزيلا يعني واشير ايضا سينضم الينا بعد قليل الاخصائي النفسي والكاتب الاستاذ سامر السيد علي ولكن ابدا معك دكتور محمد طبعا ثقافه اليأس ليست جديده يعني وكفى بكتاب نانسي هيوستن اساتذه اليأس دليلا على ذلك اسست للنظره العدميه عند اساتذه اليأس منذ القرن التاسع عشر حتى الان ولكن الان انتقلت العدوى من المنظرين، من الفلاسفه الى الجمهور، الى الناس. الاحصائيه التي اشرنا لها او الدراسه التي نقلها موقع ميدان، الحقيقه دكتور ليست عاديه. 73% من سكان الكوكب 73% يتوقعون ويتمنون حربا عالميه من اجل الخلاص من هذه الحياه. لماذا يتمدد اليأس في العالم المعاصر على الرغم من الرفاهية الهائلة ومن سهولة العيش كما يقال أولا مساء الخير لك ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا وأشكرك على هذه الاستضافة اللطيفة يعني دعني ابدا مما انتهيت اليه، يعني انا لا اتفق مع هذا التعميم الذي يقول بان الحياه سهله او الحياه المعاصره هي سهله وموفوره الاشياء فيها، م. انا اعتقد الحياه المعاصره هي حياه معقده، صعبه، تحتاج الى متطلبات وشروط كثيره. نعم هي حياه سهله لجزء قليل من البشر. <applause> الذين يعني لديهم امكانات خاصه يعني اقتصاديه او اجتماعيه او غيرها وامتيازات ولكن الجزء الاكبر من البشر هم دائما يعني يرون او الان في الحياه المعاصره يرون ان الحياه هي صعبه ومعقده وتتطلب شروط كثيره وهذه الحقيقه يعني هذا لا يخص عصرنا الراهن او حياتنا المعاصره هو كان دائما على مدار التاريخ البشري، م. حياه جزء قليل من البشر حياه لهم سهله والجزء الاكبر حياه صعبه لهم. آه الان لو انتقلنا الى فكره الياس، الياس عاده هي نسبه ثابته تقريبا موجوده في كل المجتمعات، جزء م. من هذا المجتمع فيه نسبه من اليائسين. لكن هذه النسبه تلعب البيئة الاجتماعية، البيئة السياسية، البيئة الصحية تلعب دورا اساسيا اعتقد في زيادة نسبة اليائسين او نسبة الياس في هذا المجتمع او تلعب في ازديادها او في انخفاضها. مثلا في الدول المتقدمة او الدول الديمقراطية يعيش الانسان فيها مرتاح، نظام سياسي جيد، نظام اجتماعي، نظام صحي، نظام تعليمي، ستكون هناك نسبة النسبة اليائسين نسبة منخفضة لكن في الدول الدكتاتورية التي يحكمها دكتاتور ومنها على سبيل المثال سوريا أيضا تجد نظام صحي فاشل نظام تعليمي نظام نظام كله نظام أنظمة متخلفة وبالتالي هذا وأهمها الفقر هذا يؤدي اسمح لي إلى نسبة هنا اسمح لي قاطعك هنا دكتور الإحصائية الخاصة الدراسة الخاصة اللافت فيها أن اليائسين ليسوا من الدول لا الفقيرة ولا المتخلفة ولا التي تشهد حروبا وثورات أستراليا أمريكا كندا آه، معظم الدول أوروبا الغربية هم على رأس اليائسين بنسبة تجاوزت 76% إلى 81% ومن الدول العربية أتت ضمن الإحصائية فقط الإمارات والسعودية الذين يتوقعون حربا عالمية ويأملون في الخلاص الجماعي إذا نسبة اليائسين الآن تزداد في الدول المرفهة وفق الدراسة يعني هل توافق على هذا أو تراه <applause> معقولا؟ يعني أنا قلت إنها يعني هي فكرة اليأس هي موجودة أو ظاهرة اليأس هي موجودة في كل المجتمعات، هلا هي تزيد وتنقص حسب المجتمع 80% المجتمعات؟ يا دكتور لكن تختلف تختلف بين دولة وأخرى، مم. مثلا أسباب اليأس في الدول المتخلفة تختلف عن أسباب اليأس في الدول المتقدمة، وبالتالي نعم ربما تكون هذه في دول متقدمة أسبابها تختلف، هناك وفرت له كل المجالات نوع من التجربة يريد أن يجرب أشياء مجهولة وأحساسه بمعنى الحياة أصبح مختلف وصلت الفكرة نعم طيب الآن انضم إلينا الأخصائي النفسي والكاتب الأستاذ سامر السيد علي من عنتاب مرحبا بك أستاذ سامر تحياتي أستاذ ياسر شلونك أهلا وسهلا عزيزي إذا يعني تكميلا لما قاله الدكتور محمد ومن المظاهر الآن المظاهر اليائسة في هذا العصر تزايد العازفين عن الزواج في العالم تزايد اللا انجابيين وظاهره اللا انجابيه بشكل ملحوظ سامر هل هو شكل احتجاجي على العالم او انه طغيان للفردانيه وما ابرز مظاهر تمدد الياس عند الانسان المعاصر والمجتمعات الحديثه آه شكرا آه يعني مبدئياً عندما نتحدث عن اليأس وأبرز مظاهره يوجد الكثير ربما من مظاهر اليأس دعني أعدد بعضها أو أهمها دعنا نتحدث أولاً عن عدم اليقين أو عدم القدرة على الوصول إلى اليقين عند الإنسان الحديث أو إنسان المجتمع الحديث ذلك أن الإنسان الحديث اعتمد بشكل كامل على المعرفه العلميه التجريبيه وبالتالي فهو يعتمد على كل شيء تم البرهنه عليه علميا وبالتالي هذا لا يوصله الى اليقين لقد اثبتت الحداثه ان المعرفه العلميه التجريبيه غير قادره اصلا على خلق اليقين وبالتالي هذا يؤدي بأن هذا الإنسان أصبح عاجزا عن الإيمان بأي شيء لا يتم البرهنة عليه وفق إريك فروم في كتابه الخوف من الحرية عدم وجود اليقين وفقدان الأمل أو فقدان القدرة على الإيمان هذا كله يؤدي بأن الإنسان المعاصر لا يجد معنى وهذا يعني يتفق مع الفلسفه الوجوديه والعدميه انعدام المعنى من جهه نعم والنفعيه التي قدمت له المتعه كحل فبات يتراوح ما بين اللامعنى من جهه وما بين البحث عن السعاده من خلال بين قوسين المتعه فقط المتعه الحسيه جميل. آه الإنسان المعاصر قتل المجرد أو الجانب المجرد أو المجردات المفاهيم المجردة دعنا نقول بدءاً من المفهوم الأعلى وهو الله مثلاً، نعم آه وانتقالاً إلى مفاهيم مجردة كثيرة مثل الحب الشعر إلى آخره كلها هذه المفاهيم المجردة تم استبعادها من حياة هذا الإنسان وبالتالي صار حسياً. بالمعنى الحرفي للكلمه. جميل. آه هذا قاده الى ان يكون ضمن حلقه، هذه الحلقه آه لها بعدين خلينا نقول، البعد الاول هو الاجهاد والبعد الثاني هو الاستهلاك. مم. والاجهاد آه من خلال العمل هو يسعى دائما لان يوجد نفسه، ان يحصل على المال، ان آه آه يجني من اجل لقمه العيش، بالمقابل يريد أن يرتاح من هذا الإجهاد اليومي المستمر فهو يبحث عن المتعة في المقابل وهذه المتعة يقابلها الاستهلاك يتم تسويق هذه المتعة بشكل كبير وأركز على أنها متعة حسية جميل وفقا للوستيغ وفقاً روبرت لوستيغ الذي يقارن ما بين المتعة والسعادة ارى ان ان المتعه كما اقول هي هي تركز على الجوانب الحسيه البحته وتغفل الجوانب المتعلقه بالجوانب بالمجردات او التي تتعلق اصلا او التي تخلق المعنى في حياه الانسان. فصار هذا الانسان يعيش في دائره ما بين اجهاد، استهلاك، متعه، ادمان. آه، تغيب يغيب فيها المعنى تغيب فيها المجردات آه، وبالمعنى البيولوجي خلينا نقول او بكيمياء الاعصاب هو صراع ما بين الدوبامين الذي يعزز المتعه او الذي يعطينا المكافاه والتي يتطلب دائما المزيد وما بين السيروتونين الذي يعني الرضا يغيب السيروتونين ويسيطر الدوبامين فلدينا مكافآت حسية مرتبطة بالمتعة ولكن لا يوجد لدينا رضا وهذا ما يقودنا إلى سامر, سامر كلام مهم جدا عميق جدا حقيقي جدا واقعي جدا وبالتأكيد أنا لمسته والسادة المشاهدين لمسوه بدي منك تلخص لنا ب 20 ثانية دائرة الحياة التي نعيشها الآن الدائرة اليائسة عرفها لي ب 20 ثانية لو سمحت أد... نعم هي الدائره اليائسه هي عباره عن حلقه باحد اطرافها الاستهلاك الذي يقود الى المتعه من جهه اخرى الاجهاد الذي يقود الى التعب والاكتئاب والقلق والاخري وهو يعيش من هذه الدائره يتراوح ما بين اجهاد مرهق ومتعه حسيه لا تمنحه المعنى حتى في عمله حتى في العمل انه جزء جزء من ربما آله او مجموعه من الاشخاص الذين ينتجون شيئا ما، وبالتالي حتى ما ينتجه لا يشعر بالعلاقه بينه وبين ما ينتجه او او لا يشعر بالمعنى مما ينتجه في عمله، وهذا ايضا يعني احد اشكال اللامعنى اللي بيعيشه الانسان المعاصر ذكرتني سامر في حديثك باول حديثك عن اليقين وفقدان اليقين، وكاننا ما زلنا في دائره المعري هذا الفيلسوف العظيم يا اخي الذي سبق غيره اما اليقين فلا يقين نعم. وانما اقصى اجتهادي ان اظن وأحدث هذا ما قالوا من نعم من نعم, نعم. بالقرن الرابع الهجري طيب نعم. اعود اليك دكتور محمد هناك نظريه يعني اطلعت عليها مؤخرا الحقيقه تقول ان اليأس يمكن ان يكون عامل بناء وان الامل يمكن ان يكون عامل هدم متى ممكن ان يكون الياس فعلا عامل بناء والامل عامل هدم يعني كما قلت لك في الاجابه السابقه الـ الـ الياس او ظاهره الياس ليست يعني مقتصره على عصرنا الراهن هي يعني ظاهره مرتبطه بحياه البشر منذ وجود الانسان الاول حتى الان يعني وكان يوجد لها افكار وفلسفات منذ العهد اليوناني الى العصر الاسلامي المعري حتى الزمن الحاضر يعني مع نيتشه وغيره من الفلاسفه لكن الحقيقه انا اتحفظ وبشده بان نصف القول الذي يقول يعني بان الياس يمكن ان يكون عامل بناء يمكن أن نسمي هذا رأي أو وجهة نظر. نعم. لماذا؟ لأن وصف اليأس دائماً اليأس هو قيمة سلبية والبناء مم. قيمة إيجابية ومن التناقض أصلاً أن نجمع بينهما. مم. لكن لو نظرنا إلى اليأس من زاوية أخرى وقلنا بأن اليأس هو حالة أو موقف فكري له أبعاد نفسية تستدعي العديد من مشاعر القلق. الخوف، التشاؤم، الاحباط. الياس موقفا فكريا، ركز لي موقفا نسمة. فكريا من آه. العالم يقوم على ان انا عاجز عن حل مشكلات هذا العالم، انا عاجز عن حل مشكلاتي، وبالتالي هذا الشعور بالعجز يعني هو يكون موقفه العام من من الحياه. الان قلنا هذه الموقف هو موقف فكري يستدعي العديد من مشاعر القلق والتوتر والخوف والتشاؤم إلى اخره. هذه تساعد يعني ربما تجعل الإنسان يفهم ما حوله من مشكلات وصعاب ومعيقات ويحمينا أصلاً من الوقوع في الأوهام والخيارات اللامنطقية وأيضاً أيوة. الأوهام الأهداف الأوهام هذا هو الأمل الهدام الذي الأو... تحدثت عنه أه الأوهام الخيارات اللامنطقية م. هذه أعتقد هذا الذي يحمينا أو فهم هذه الأمور يجعلنا أو يحمينا من الوقوع في الأمل الكاذب <applause> وبالتالي رغم يعني رغم هذا لا يعني أنني أنا أدعو إلى الياس أو يدعو إلى ثقافة الياس هذه الأشياء البسيطة التي يمكن أن نقولها لكن بالنهاية الإيمان بقدرة العقل قدرة الإنسان على استخدام عقله والإيمان بقدرة العقل هو الذي يساعد الإنسان على حل مشكلاته ولو كان هناك فائدة يعني حلول فردية وكان فردية لماذا لا تكون جمعية؟ ايه طبعا انا عندما ادعو الى الايمان بقدره العقل ادعوها بايمان بالانسان يعني تحدث تحدث الان سامر دكتور هذا عصر الاجهاد هذا عصر يتفق فيه الكثير من الناس بان العمل الراهن هو عبوديه عبوديه حديثه الناس تعمل عشر ساعات و12 ساعه وتصبح ملكا لعملك هذا بحد ذاته يجعلك يائسا من الحياه ودائما هنالك متطلبات اكبر من قدرتك مهما اشتغلت هنالك متطلبات يتم في هذا العصر الاستهلاكي يتم ايجادها لتبقى في هذه الحلقه المفرغه عمل استهلاك، عمل استهلاك، عمل استهلاك. إذا يجب البحث عن حلول جمعية وهذا أعتقد دور الفلاسفة والمنظرين الاجتماعيين. طيب هذا هذا هذه الفكرة بمعنى الياس هو دائما يعتبر أن هذا يأس آه هذا هذا قدر لا يمكن تغييره، وأنا عاجز أمام هذا القدر. أيوه لكن عندما نؤمن بقدرة العقل على أنه دائما يشترح حلول ومواقف جديدة وهذا ما يحاوله جزء آه خواص الناس منهم الشعراء والمبدعون والفلاسفه وهم قادرون دائما على اشتراح مواقف عقليه قادره على تجاوز ثقافه الياس، وبالتالي لا نستطيع نحن ان ندعو الى ثقافه الياس على الدوله، على يعني كحكومات كمربين كفلاسفه هم دائما يحاولوا اجتراح هذه الحلول العقليه تدعو الناس الى الايمان بثقافه العقل وقدره العقل ولكن المشكلة دائما لدينا ثقافة مناقضة بشكل أو بآخر منها وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها صحيح. التي يعني تحاول صحيح. أن تكرس عكس ذلك صح. جميل جميل طيب يعني سامر أخذنا الحديث سريعا الحقيقة والوقت تسرب من بين أصابعنا بقي معي ثلاث دقائق هي أعتقد أنها كافية لتضعنا في صورة تطبيقية لما نتحدث أنت تعمل منذ عشر سنوات عن قرب مع السوريين في مجال الاضطرابات النفسية ودراسة الظواهر النفسية والاجتماعية. بوصفنا مجتمعا منكوبا، صف لنا مظاهر اليأس وتأثيراته في حياة السوريين الخاصة والعامة، يعني كما لمستها وكما عايشتها، وهل هي قطعية أم يمكن لهذا الجيل أن يخرج من يأسه بإذن الله؟ ان شاء الله يخرج من هذا الياس ولكن دعني اعود قليلا الى بدايات الثوره يعني من يعني 12 سنه ساتحدث هنا عن الاحباط الذي تعرض له هذا المجتمع هذا الشعب في ثورته هناك هناك طريقه في شائعات الحرب تعمل هذه الطريقه على بث الامل يعني الشائعه تكون بث امل في في المجتمع المعادي وبالتالي هذا طبعا يكون امل كاذب ومن ثم يتعرض هذا هذا الشعب الى صدمه قويه جراء ذلك يصبح هناك حاله من الاحباط الشديد التي تقود الى الياس هذا مثال موجود مثلا الصحاف في في حرب العراق الثانيه كان يظهر علينا ببطولات كبيرة ثم في اليوم التالي سقطت بغداد هذا ما أدى إلى إحباط ويأس شديد صحيح بسوريا أذكر مثلا عندما تعرضت الغوطة للقصف بالكيميائي طبعا سبقها وعود وآمال من المجتمع العالمي ومن حتى من الأرض كان هناك آمال كبيرة ثم جاءت هذه الصدمة آه والصدمة لم تاتي لان النظام استخدم السلاح الكيميائي الصدمه جاءت من موقف العالم تجاه هذا لانه لم يحاسب وهذا الشعب نعم وهذا الاجرام لم يحاسب وبالتالي هذا خلق شكل من اشكال الاحباط عند هذا هذا الشعب هذه الاحباطات تكررت صحيح آه 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 بمرات متلاحقه آه وهذا ما ادى بهم الى الياس اليأس في مجتمعنا السوري وخاصة في الداخل في الداخل مرتبط أيضا بمفهوم العدالة عندما فقد هذا الإنسان شعوره بالعدالة على مستوى العالم فقد إيمانه بكل الأفكار الحدثوية التي تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان فقد أمله بكل هذه الأشياء وهذا قاده إلى اليأس والحقيقة أنه مصاب الشعب السوري إن كان كأفراد أو كجماعة بصدمة وجودية حقيقية لأنه الآن كان المعنى بالنسبة إليه مرتبط بالخلاص بالخلاص من هذا النظام الديكتاتوري من هذه الأزمة التي كان يعيشها على مدى عقود وعندما لم يصل كان كان لديه صدمه وجوديه وفي بعض الاحيان ممكن نتحدث ايضا عن ازمه ايمان وهذا كله يعني منتجاته على المستوى النفسي زياده زياده عدد حالات الانتحار بشكل غير مسبوق في الفتره الاخيره وخاصه بالسنوات الثلاثه الاربعه الاخيره ازدياد ايضا السلوك الادماني على المواد ان كانت المسكنات او الانفيتامينات وغيرها من المواد هذا كله سببه الرئيسي غياب الافق وغياب الامل اما عن عوده الامل لهذا المجتمع اعتقد انه يرتبط بالعداله والقصاص وتحقيق ما كان يصبو اليه هذا هذا المجتمع ونحن نامل ذلك طبعا اوجزت واحسنت عزيزي سامر الاخصائي النفسي والاديب والكاتب المسرحي كنت معنا من انتاب شكرا جزيلا لك سامر شكرا شكرا ياسر يا, سر يا أهلاً. دكتور محمد كلمه اخيره لك تفضل يعني أنا في نهاية الإجابة السابقة تكلمت عن العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي واليأس. نعم. قلنا في بداية الحلقة دائما الحياة المعاصرة حياة أضافت عليها وسائل التواصل الاجتماعي تعقيدا جديدا. اليأس في حياته الواقعية هو يأس يهرب إلى وسائل التواصل الاجتماعي. فماذا يتعرف وماذا يشاهد؟ هو يشاهد نجاحات الاخرين دون فشلهم، ويشاهد انجازاتهم دون اخفاقاتهم، ويشاهد ايضا فرحهم دون حزنهم، وبالتالي هذا يخلط هنا اليائس بين عالم الحقيقه وبين عالم المتخيل، وبالتالي يعتقد ان يعني الاخرين هم فرحون، سعداء، ينجزون، وانا لم انجز، وبالتالي تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا كثيرا او كبيرا في تكريس ثقافه الياس. احيانا يتحول الى امر جدلي، يقوم الياس او الياس باثبات حضوره في وسائل التواصل الاجتماعي فيقوم ببث حزنه وقهره وتشاؤمه بل وبؤسه او ياسه من هذه الحياه ليقول انا يائس اذا انا موجود، لذلك تجدها يستخدمونها في وسائل التواصل الاجتماعي بكثره كثيره. لنشر ثقافة اليأس بشكل او باخر. اشارة مهمة جدا 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 اشكرك عليها ونحن اليوم اساسا نعيش في العالم الافتراضي وليس في العالم الذي يحكمه التافهون بشكل او باخر. إن يعني للاسف اشكرك شكرا جزيلا شكرا الباحث الدكتور محمد النمر شكرا جزيلا لك شكرا ومهما كان من يأس فلنقل تحديا واملا سنحب ما دمنا نعيش ونعيش ما دمنا نحب سنظل نكتب فوق اسوار الحياه لنا الى ايامنا الخضراء درب ونظل نزرع في حقول الياس ارجلنا لتنبت تحت ارجلنا مسافات وعشب اراكم السبت القابل ايها الاحبه دمتم في حفظ الله سالمين